اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم المحبب الى قلوبكم كالعاده، برنامج الاهلي خط احمر على شاشه قناه النادي الاهلي. طبعا في بدايه البرنامج عايز اقول يعني بنعتذر لكم عن عدم وجود اسامه النهارده لظرف اسري، وان شاء الله باذن الله موجودين فيما هو قادم معاكم كالعاده، ثنائيه خط احمر اللي انتم بتحبوها واللي انتم اتعودتوا عليها واللي دايما هي سر نجاح التركيبه والتوليفه بتاعه خط احمر. طبعا النادي الاهلي بيواصل انتصاراته وبنروح من فرحه لفرحه ومن سعادة لسعادة، وكأن النادي الأهلي على مدار، هو الحياة مش على مدار الفترة الأخيرة بس، هو الحياة طول الوقت النادي الأهلي هو صانع السعادة وصانع البهجة. نبدأ معاكم من حيث انتهت سعادة النادي الأهلي ومن آخر لحظات سعادة عشناها مع النادي الأهلي، وهي فوز سلة النادي الأهلي النهاردة في مباراة كبيرة كبيرة على نادي الاتحاد السكندري في البيست فايف. يعني انتصار مهم جدا، انتصار بيفرق مع النادي الاهلي، انتصار كنا محتاجينه عشان نقرب للقب ونقرب اكتر ان احنا يكون عندنا حظوظ اكبر. النادي الاهلي فاز بنتيجه 67-58 في ثالث مباريات البيست اوف فايف. النادي الاهلي كده نتيجته 2-1. الماتش اللي جاي ان شاء الله باذن الله يوم الاثنين الساعه 7. يمكن ايهاب امين النهارده عمل مباراه رائعه، لما تشوفها لازم تقول لايهاب امين ربنا يا ابني يحفظك، ربنا يحفظك، لان انت فعلا موهوب، فعلا مختلف، فعلا لاعب تحس انه هو حريف سله بجد، لاعب عنده قدرات استثنائية. إيهاب أمين النهاردة سجل 21 نقطة وهو أعلى حد تسجيلا للنقاط النهاردة. يمكن النادي الأهلي كان عنده تفوق واضح على مدار الأربع فترات بتوع المباراة. وعايز أقول حاجة، يحسب يا جماعة للنادي الأهلي اللي هو بيعمله ده، لأن النادي الأهلي شارك في بطولة البال، على الجانب الآخر عنده ما تبقى من التصفيات هيسافر رواندا، وما بين ده وده كان بيلعب البيست اوف فايف. مجهود صعب، مجهود صعب في السلة كمان، مش على المستوى البدني بس، لا على المستوى الذهني كمان، ان انت يكون عندك القدرة على التركيز ده، وان انت يكون عندك القدرة على ان انت ما بين البال وما بين التصفيات اللي انت هتروحها في رواندا وتلعب في النص مع فريق عملاق في كرة السلة. واي حد عارف تاريخ الاتحاد في كرة السلة هو عارف لما يتكلم عن الاتحاد يبقى بيتكلم عن فريق كبير. فان انت يكون عندك المباريات وتكون واقف على رجلك وتبقى لحد دلوقتي 2-1، ده شيء مهم جدا. ان شاء الله كتيبة اوجاستي يواصلوا كتابة التاريخ، لان اللي انا شايفه ان قطاع السلة في نتائج قوية، في تغيير لخريطة كرة السلة في مصر، وده صعب جدا، صعب جدا ان انت تغير خريطة لعبة، وده اللي بيعمله النادي الاهلي في كرة السلة. وللامانة مدرب زي اوجاستي هو رهان تقدر تعمل بيه ده. النادي الاهلي عنده مجموعة لاعبين مميزة جدا، يمكن حتى محترف زي تومسون اللي في بعض الاوقات بنتكلم عليه ان تومسون مستنيين منه اكتر. طب المحترف، يمكن شفنا في اول مباراة البيست اوف فايف كان له دور كبير جدا فيها، كان متألق جدا فيها وفرق معانا بشكل كبير فيها. وصلنا لنقطة إيجابية جدا، وصلنا لنقطة مهمة، إن شاء الله بإذن الله في حالة فوزنا يوم الاثنين نقدر نحسم اللقب، ونحسم اللقب للنادي الأهلي، ويكون النادي الأهلي بيواصل كتابة تاريخ في لعبة كرة السلة. كل التحية لكتيبة أوجاستي، وكل التحية لأوجاستي كمدرب فعلا متفرد، فعلا مختلف، فعلا عنده شخصية. يمكن يا جماعة النادي الأهلي في حاجة واضحة وصريحة، وهي إزاي الشخص اللي عنده مقومات النجاح لما تحطه في منظومة النادي الأهلي المكنة تطلع قماش. يعني إيه المكنة تطلع قماش؟ يعني هتحط ديفيد ديفيز في اليد وهو عنده القدرات وعنده الشخصية، وحط 100 خط تحت الشخصية، مش هتنجح في النادي الأهلي كمدرب وانت عندك قدرات بس، هتنجح في النادي الأهلي وانت عندك قدرات وعندك شخصية.
وعشان كده أوجاستي ناجح، وعشان كده ديفيد ديفيز في اليد ناجح، وعشان كده في كرة القدم مارسيل كولر بيكتب تاريخ، لأن هم عندهم الكفاءة الفنية وعندهم القدرات الشخصية اللي تساعد على ده، وعشان كده بتشوف البصمة واضحة. مانويل جوزيه نجح وساب تاريخ مع النادي الأهلي عشان كان مدرب عنده شخصية، وكتير جدا من المدربين اللي بعده نجحوا كان عشان عندهم شخصية. النادي الأهلي بيوفر لك حاجات كتير جدا، بيوفر لك حاجات كتير جدا. وأنا قلتها عن مارسيل كولر قبل كده، إنه هو مدرب في تجاربه حقق أفضل حاجة ممكنة من الأدوات المتاحة، فما بالك لما يقترن بنادي هو عنده كل الأدوات. كانت بدايتنا عن كرة السلة، وأعتقد هيكون عندنا كلام مهم عن ملحمة النادي الأهلي أمام الترجي اللي هيكون لنا فيها كلام كتير قوي، وهنقف معاكم عند لقطات مهمة ولقطات كبيرة على قدر النادي الأهلي وعلى قدر حجم النادي الأهلي. لأن القصة يا جماعة مش إن أنت انتصرت انتصار في كرة القدم خارج الأرض بثلاثية، وهو الانتصار الأكبر في تاريخك على الترجي خارج الأرض، بل يمكن في أفريقيا الترجي إن هو يتعرض لنتيجة زي دي حاجة صعبة جدا عليه. بس القصة مش في الرقم، والقصة مش في المباراة، القصة في حاجات كتيرة جدا في الدي إن إيه الأهلاوي، في الدي إن إيه الأهلاوي، في تركيبة النادي الأهلي، في شخصية النادي الأهلي. هنرجع نتكلم معاكم عنها ونقول لكم ازاي اللي عمله النادي الاهلي هو كان شيء يستحق مننا ان احنا نقف عند صورة اكبر بكتير جدا من نتيجة 3-0، ولكن كل ده بعد الفاصل. ورجعنا لكم وبرنامجكم الاهلي خط احمر. النادي الاهلي والترجي التونسي، لما تقف عند اللي حصل امبارح لازم تقول كده ايه؟ ايه يا اهلي انت ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ يعني ايه يا نادي اهلي اللي انت بتعمله ده؟ النادي الاهلي يا جماعه خارج كتاب الكوره. النادي الاهلي خارج كتاب الكوره. النادي الاهلي اللي بيعمله خارج المنطق. انا بقول للمره الثانيه، مسكين اللي ما بيشجعش النادي الاهلي. مسكين اللي مش حاسس قد ايه هذا الفريق ممكن يمنحك السعادة ويديك حاجات كتيرة تانية جميلة. النادي الأهلي يا جماعة اللي بيعمله بره المنهج، بره المنطق، بره الطبيعي. النادي الأهلي مش قصة انه حقق انتصار بثلاثية امام الترجي، لا دي اخر حاجة. انا بقول لو انا مشجع غير اهلاوي وببص للنادي الأهلي حقيقي هاستفز، ما شاء الله يعني، حقيقي هاستفز. الفريق اللي في 2019 بيخسر من سان داونز بنتيجه كبيره جدا خماسيه، هتقول بعدها هنرتاح من الفريق ده بقى سنتين ثلاثه اربعه يبني له جيل، الفريق ده يخرج كده بره كادر التاريخ شويه، تعبنا منه هيريح بقى شويه. تلاقي النادي الاهلي بيلعب ثلاث نهائيات بعدها بيفوز باتنين منهم، والتالت ظروف، ولولا لعبه في المغرب انت كنت عارف ان النادي الاهلي حظوظه اكبر. مين اللي يقدر يعمل ده؟ مين اللي يقدر يتمالك نفسه بالقوه دي والسرعه دي؟ تعالى تاني السنه دي بقول لك خارج كتاب الكوره، ملوش كتالوج. النادي الاهلي ملوش كتالوج. تعالى شوف اللي النادي الاهلي عمله السنه دي. تخسر في دور المجموعات من سان داونز بنتيجه كبيره جدا. نتيجة كبيرة جدا وقادرة ان هي تدخل اي فريق في اتون من المشاكل، في دوامة من المشاكل، وياخد كتير جدا عشان يتعافى، ولكن مفيش ده. بقول لك خارج كتاب الكورة، بقول لك بره المنهج. النادي الاهلي بره المنهج، بترجع القطن 4، الهلال 3، الرجاء هتكسبه 2-0 وهتطلع بره ارضك ما تستقبلش اهداف. هتيجي بعد كده بتلاعب الترجي في نصف النهائي، هتروح في قلب رادس تكسبه بثلاثيه. ده النادي الاهلي، ده قدر افريقيا، ده بعبع افريقيا، ده اللي محتاج تقف كتير جدا وانت بتبص عنده. ليه النادي الاهلي بره كتاب الكوره؟ هقول لك ليه النادي الاهلي بره كتاب الكوره. في القرن الحالي انت بتلاعب الترجي 19 مره،
اقف وارجع كده بذاكرتك عند جملة عصام الشوالي: لولا النادي الأهلي لكان للأندية التونسية شأن آخر. لا، ده كان لكل الأندية الإفريقية، زمالك، سان داونز، ترجي، وداد، غيره، رجاء، أي حد كان له شأن آخر لو النادي الأهلي مش موجود في المعادلة. وليه الأندية التونسية تحديدا، وليه كبير الأندية التونسية بالألقاب وهو الترجي، ليه كان ليه شأن آخر؟ لأن أنت كنادي أهلي في القرن الحالي قابلت الترجي 19 مرة سواء في مصر أو في تونس. عملت إيه في ال 19 مرة؟ 9 فوز للنادي الأهلي، 9 فوز للنادي الأهلي من ال 19 مرة، وست مرات تعادل، وأربع مرات فقط فوز للترجي. ده النادي الأهلي. المعادلات دي والأرقام دي والقياسات دي مش هتلاقيها غير في النادي الأهلي. طب تعالى في الأرقام أكتر عشان تعرف ليه النادي الأهلي بره كتاب الكرة في أفريقيا، ليه النادي الأهلي هو الاستثناء لأي قاعدة جوه القارة. لأن النادي الأهلي اللي في 19 مرة حقق 9 فوز قابل الترجي من 19 مرة 10 مرات في تونس، 10 مرات في قلب تونس من 19. عمل فيهم ايه النادي الاهلي؟ حقق 5 فوز في ال 10 مرات، نص عدد المواجهات في قلب تونس النادي الاهلي فاز. الترجي كسبان في تونس اقل من النادي الاهلي 4 مرات وتعادل. انت متفوق على الترجي في قلب تونس. طب اخر 6 مواجهات في تونس مع الترجي انت كسبان 5 من 6 وخسران مباراه. بنتكلم في ايه لما اقول لك النادي الاهلي بره كتاب الكوره؟ هو ده، هي الارقام اللي بقولها لك دي. طب ال9 مرات التانيين اللي لعبتهم في مصر الترجي كسبك فيهم كام مره؟ ولا مره. ال4 انتصارات بتوع الترجي في ال19 مباراه كلهم في تونس، وانت كسبانه في تونس اكتر 5 مباريات. طب ال9 مباريات اللي اتلعبوا في مصر الترجي ما كسبكش ولا مره فيهم. يا جماعه مين بيعمل الارقام دي؟ وعشان كده لما بنيجي هنا ونقول للنادي الاهلي ان انت قوه مصر الناعمه رياضيا، ده حقيقه، ده واقع، مش عشان انتمائنا كاهلاويه، ده بالعكس البعض على عينه وقلبه غمامة، مخلياه مش شايف الحقيقة، مخلياه مش عارف قيمة النادي الأهلي. النادي الأهلي ده مش مستني حد يجامله، إنما مستني ياخد حقه، لأنه هو اللي شادد كل الرياضة المصرية لقدام. شيل الأهلي من المعادلة وتخيل فريق زي الترجي، تخيل تغيير التاريخ، تخيل فرق أخرى في إفريقيا، تخيل نظرة الفرق الإفريقية للكرة المصرية، وإنت عندك خارج المعادلة النادي الأهلي مش موجود. وضع صعب جدا، وضع صعب، وضع مختلف، وضع قاسي على الكرة المصرية. مين اللي غير ده؟ هو النادي الأهلي، بالأرقام، بالتاريخ، بقدرته الاستثنائية. طيب هنيجي نلاقي كالعادة، يمكن بنشوف مباراة الزمالك والإسماعيلي بتنتهي بفوز النادي الإسماعيلي ومزيد من الخسارات لنادي الزمالك على مستوى بطولات كتير جدا. الزمالك في أفريقيا بيغادر دور المجموعات، بيخسر كاس، خسر منك السوبر في بداية الموسم، وفي الدوري وضعه صعب جدا. ولكن بتلاقي البعض مش قادر يشوف الحاجة المنورة، لأن عشان تشوف الحاجة المنورة اللي بيعملها النادي الأهلي لازم هنا يكون طبيعي، لازم تكون مفيش جواك حاجة سلبية تجاه النادي الأهلي. سمعنا امبارح ناس كتير بتتكلم في بدلاء الترجي وضعف الترجي. يا جماعة عيب، والله العظيم عيب وكفاية، لأن انتوا مش بتقللوا من النادي الأهلي. أصل إيه اللي هيقلل من نادي آخر 18
موسم او اخر 18 سنه في افريقيا وصل النهائي 11 مره. ايه اللي يقلل منه؟ والله ما فيش حاجه هتقلل منه. يعني انت اللي بتقلل من نفسك. الفريق اللي في اخر 18 موسم في افريقيا من 2005 تحديدا لعب 11 نهائي ومحقق البطوله 7 مرات فيهم في الفتره دي، واللي بطولاته الاجماليه في دوري الابطال 10 بطولات اكبر او ضعف اقرب منافس ليه اللي عنده 5 بطولات، 5، خلينا في فكره الخمسه عشان الحسد. ايه اللي يقلل منه؟ كلامك هيقلل منه؟ لا، بيحولك لبائس، بيحولك لحد مش قادر تهرب من اللي بيكتبه النادي الاهلي. فتعمل ايه؟ تدور على الوهم. وجوستاف لوبون في كتاب سيكولوجيه الجماهير قال كده، قال ان الشخص اللي ما بيقدرش يحقق نجاحات توازي غيره بيدور على الاوهام. ليه؟ مسكنات مريحه نفسيا للبعض، ممكن تهدي البعض، ممكن تخليه ما يحسش بالامه، فيبدا يقول ان الترجي اصله عشان فريق ضعيف. طب وفي كل المرات دي والنادي الاهلي اللي في نصف النهائي لرابع سنه على التوالي وفي طريقه ان هو يبقى في النهائي لرابع سنه على التوالي، في كل مره الفرق اللي بتقابله ضعيفه؟ طب وانت ما كسبتش الترجي ليه؟ الترجي اللي كان معاك في دور المجموعات مرتين في اخر 3 سنين، وفي المرتين وصل على حسابك وانت خرجت من دور المجموعات، ما قدرتش تكسبه ليه طالما ضعيف؟ اخر 22 سنه فين النادي الاهلي بيحقق البطولات دي؟ اخر 22 سنه بيحقق دوري الابطال فيهم 7 مرات والبطوله ضعيفه والفرق ضعيفه. موافقك. طب انت فين؟ اللي انت بتقوله ده تقليل منك انت، لان معناها ان انت اضعف من كل الفرق الضعيفة. هل بتبص للمنطق ده؟ اكيد لا، لان انت همك ان انت تقلل من فرحة النادي الاهلي وتقلل من فرحة جمهور النادي الاهلي، حتى لو هتقلل من نفسك عشان تعمل كده. بس ده مش هيقلل من النادي الاهلي حاجة، لان النادي الاهلي كبير قوي. مش هقولك بص لنفسك، لأنك لو بصيت لنفسك وبعدها بصيت على النادي الأهلي هتلاقي فرق كبير. وأنا دايما بقولها جملة، أعلى حتة في طموحك هي أقل نقطة في طموح النادي الأهلي، وده المشكلة الحقيقية اللي البعض بيحاول يهرب منها. قلتلكوا النادي الأهلي بره كتاب الكورة في إفريقيا وفي مصر، ولما توصل لنهاية الكتاب وتوصل لآخر صفحة هتكتشف إن كتاب الكورة في أفريقيا تم كتابته بواسطة النادي الأهلي، وكانت دي الخدعة الكبرى. إن كل الناس لها أدوار، بس البطل والمؤلف هو النادي الأهلي. ده كان تعقيبنا على فوز النادي الأهلي على الترجي في مباراة كانت كبيرة جدا بيكتب النادي الأهلي فيها تاريخ، ورسالة للبعض اللي بيحاول يقلل من تاريخ النادي الأهلي اللي صعب قوي حد يقلل منه. كان عندنا بقى حاجة تانية، وهي مستر كولر. هذا الرجل اللي بشوف إنه هو كل يوم بيثبت أقدامه أكتر. وعلى فكرة أشطر وأنجح واحد مش اللي ما بيغلطش، لأن القاعدة بتقول إن ما فيش حد ما بيغلطش. أشطر وأنجح واحد هو اللي بيتعلم من أخطائه، وكولر مدرب بيعرف يتعلم من اخطائه. مش بس هقول لك بعد مباراه سان داونز وسلسله الانتصارات اللي بيعملها وحجم النجاح افريقيا ومحليا في 3 مباريات في الدوري بيكسبهم، وافريقيا في كل المباريات اللي بيكسبها ومباراه الرجاء اللي بيتعادل فيها، او في بطولتين بيلعبهم امام بيراميدز سواء الكاس او السوبر وبيكسبهم. مش دي القصه. القصه التفاصيل، ودايما بكلمك على التفاصيل. كولر لما قبل كده قابله مدرب زي طارق العشري قدر فنيا ان هو يلعب قدامه مباراه جيده جدا كولر ما قدرش يسجل فيها، وكولر كان عنده مشكله فيها. كولر لما قابل طارق العشري تاني مره كسبه بثلاثيه. ليه؟ لان هذا الرجل يجيد مراجعه افكاره.
واوعى للحظة تفتكر ان نجاحات كولر بالصدفة. مستحيل مستحيل نجاحات كولر تكون مصادفة. نجاحات كولر المتصدر في الدوري واللي قدر في طريقه ان هو يوصل لنهائي افريقيا ويحقق فوز كبير، واللي يقدم احد امتع نسخ النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، واللي قدر ان هو يكسب بيراميدز في 3 مباريات وهو اول مدرب اجنبي يعمل ده، واللي قدر ان هو يكون متصدر في الدوري، واللي قدر يكسب سوبر وكاس وسوبر تاني. اوعى تفتكر ان ده بالصدفه. لو انت شايف ده بالصدفه يبقى صدقني محتاج تعيد كل تقييمك لافكارك في كره القدم. ده عشان مدرب بيجيد مراجعه افكاره، وبيجيد تحضير فريقين شايفينهم في النادي الاهلي دلوقتي. هتلاقي في كل مركز انت عارف حد مصنف ان هو يقدر يشيل المركز ده، ومع حد بينافسه على المركز، وده اللي عمله كولر. روتيشن انت ما حسيتش بيه، وقدر يوصل للفريق بالحاله البدنيه ده. افكار فنيه، كهربا، اسال نفسك، كهربا اللي رجع من ايقاف 6 شهور، الناس بتقول اصل كولر تطوير اللاعبين. مين اللي مخلي كهربا بالحاله دي؟ لو انت فاكر ان هي صدفه يبقى المشكله عندك انت. مين اللي خلى بيرسي تاو بالحاله الفنيه دي؟ لو انت فاكر ان هي صدفه يبقى المشكله عندك انت. مين اللي ادى ادوار جديده لحمدي فتحي؟ مين اللي خلى مروان عطيه لما يدخل في النادي الاهلي يبقى عنده الادوار دي؟ مين اللي خلاك بتشوف افضل نسخه لمحمد هاني؟ مين اللي خلى معلول في السن ده بالمستوى ده؟ مين ومين ومين؟ هو كولر. هو المدرب الصفقة السوبر. هو المدرب اللي اخترته في وقت صح. ما عنديش مشكلة، كان عندك اختيار لسوارش، ولكن أنا دايماً بقول أهم شيء مراجعة النفس. أنا مش هبقى موجود في قطر أنا عايز أروح أسوان ولقيته رايح اسكندرية وأكمل فيه. لا، هرجع وأعدل الوجهة. بس الشطارة إنك توصل في ميعادك، وإنت عرفت توصل في ميعادك. كولر ملك الثلاثيات. كولر ملك الثلاثيات. أرقام مختلفة لكولر في 12 ثلاثية. 12 ثلاثية لكولر الموسم ده. محلي هتلاقي، إفريقي هتلاقي، سوبر هتلاقي. كولر ما سابش حد يا جماعة. 12 ثلاثية سجل النادي الأهلي فيهم 36 هدف واستقبل فيهم هدف واحد. ده ليه مدلول مهم جدا. ليه مدلول مهم جدا؟ رقم استقبالك للأهداف في ال 12 ثلاثية لازم تقف عنده. أنت استقبلت هدف واحد. عارف ده معناه إيه؟ معناه إن حتى وأنت بتحاول تحقق نتائج هجومية قوية وتطبق فلسفة هجومية قوية بتستقبل هدف واحد. يعني انت مش فريق مندفع، انت فريق عنده توازن، انت فريق عنده القدرة الواضحة ان وانت بتحقق افكار هجومية واضحة بتكون متزن دفاعيا، ودي صفة الفرق الكبرى والكبرى جدا. ده اللي بيحققه مارسيل كولر، ودي رحلة النادي الاهلي مع مارسيل كولر المدرب اللي يستحق ان احنا نديله كتير جدا 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 من التقدير على المستوى الشخصي والمستوى الفني، وأنا على المستوى الشخصي من مريدين ومن محبين مارسيل كولر اللي شايف فيه واحد من أفضل المدربين اللي تم اختيارهم لتدريب النادي الأهلي. عندنا لاعب آخر وهو بيرسي تاو اللي بتتزامن الحلقة مع عيد ميلاده، واللي يستحق إن احنا نقف عنده، بس لما نشوف الفيلر ده عن بيرسي تاو. هل احنا جاهزين؟ هل جاهزين ولا نستمر في الكلام؟ طيب، معانا تصميم الاول عن بيرسي تاو. في ارقام لبيرسي تاو مهمه جدا. بيرسي تاو الموسم الحالي في افريقيا هو احد كلمات السر. هو الشخص اللي حاضر في كل اللحظات اللي انت احتجته فيها، واللحظات الصعبه تحديدا. بيرسي تاو مساهم في 8 أهداف للنادي الأهلي. بيرسي تاو مساهم في 8 أهداف للنادي الأهلي. صنع 4 أهداف وسجل 4 أهداف. ولكن الكرة أنا بشوفها مش أرقام بس. الكرة كمان
تفسير الرقم اللي هو في اوقات كتيره جدا بيبقى اهم من الرقم. بيرسي تاو في لحظاتك المهمه كلها هتلاقيه قدام القطن ثلاث مساهمات، سجل هدف وصنع هدفين. هتلاقيه قدام الترجي بيساهم في تسجيل هدفين. هتلاقي بيرسي تاو وقت ان كان الجميع امام صن داونز يعاني كان بيرسي تاو بيسجل. الهلال في الوقت اللي احتجت فيه بيرسي تاو كان موجود بصناعه هدف. الرجاء بيرسي تاو كان مساهم. يبقى بيرسي تاو هنا في كل لحظاتك الكبيره كان حاضر وكان مؤثر وكان له بصمه. وهنا رساله للبعض وتحديدا كابتن مجدي عبد الغني وكتير جدا من الناس اللي في وقت اتهمت اداره النادي الاهلي باهدار المال العام في صفقه بيرسي تاو، وكان لعبه كره القدم دي انت مفترض طول الوقت محقق فيها الضمانات، وكانك انت جايب اللاعب بالضمان بتاعه عشان تقول لا انت ضحكت عليا اصل اللاعب ما فيهوش المواصفات اللي انا جايبه بيها. ولو بصينا في كره القدم في اقوى التجارب في العالم هنلاقي لعيبه ما بتحققش المردود اللي كان مفترض ان هي تحققه في لحظه من اللحظات. بس الفكره مجمل اعمالك، مجمل اعمالك مع بيرسي تاو اللي في لحظه هو بيحقق كتير جدا من اللي انت محتاجه عشانه، وبيصنع كتير جدا من النجاحات اللي انت محتاج المحترف عشانها. هل الناس دي طلعت اعتذرت؟ هل الناس دي جت قالت ان تقييمها لبيرسي تاو كان غلط، وان الصفقه في اللحظه دي فرقت ان انت توصل نهائي دوري ابطال افريقيا ان شاء الله باذن الله، لان لسه في مباراه مهمه هنتكلم عنها، ولكن لو قدرت وكتب لك ان انت توصل نهائي دوري ابطال افريقيا هل حد هيعتذر؟ هل حد هيجي يقول انا قيمت غلط؟ هل حد هيجي يقول ان وصول نهائي البطوله او ان شاء الله التتويج بيها هيحقق للنادي الاهلي عائد مادي قد ايه؟ هل حجم المكاسب الماديه قد ايه والمكاسب المعنويه والمكاسب الفنيه؟ لان انا بقول دايما ان النادي الاهلي مش نادي استثماري، مش نادي هدفه بس تحقيق ارقام ماليه، النادي الاهلي هدفه تحقيق بطولات ونجاحات، وده اللي بيعمله بيرسي تاو. زي ما قلت لكم كان في حاجه عاملينها لبيرسي تاو نشوفها ونرجع عشان عندنا كلام كتير جدا. ورجعنا لكم وبرنامج الاهلي خط احمر وتتواصل فقراتنا. يمكن بضحك عشان التشبيه اللي قلته ان مش عيب انك تصحح من الخطا. لو انت في قطار رايح اسوان ولقيت الوجهه خطا فلازم تعدل. لو انت لقيت نفسك رايح اسكندريه فالناس بتقول لي اشمعنى القطر اللي رايح اسوان. والله يا جماعه على سبيل التشبيه ما كنتش يعني اقصد حاجه، بس انتم دايما اللي بتفتشوا في النوايا. وريحوا نفسكم، قطر النادي الاهلي هو اللي دايما بيوصل لوجهته، انما اي قطر تاني صدقوني في نهايه الرحله هتلاقي الفرق كبير قوي قوي قوي. يعني لفت نظري طبعا التعليق ده، وان كان ما كانش طبعا مقصود منه حاجه. طبعا كولر والمؤتمر الصحفي، عايزين نقف عند المؤتمر الصحفي لان كان في كلام كتير جدا لكولر يبين حاجات من اللي اتقالت عن شخصية كولر وعن أفكار كولر. نشوف أول فيديو معانا كولر بعد مباراة الترجي كان بيقول إيه. sehr gut angefangen, sind in die Führung gegangen und haben dann denke ich nach 15 Minuten das Spiel etwas aus der Hand gegeben. Wir haben eigentlich auch dann die Spielweise von Esperance angenommen. Wir waren nicht mehr ruhig genug und das habe ich in der Pause angesprochen. Und die Spieler haben es in der zweiten Halbzeit sehr gut umgesetzt. Wir sind ruhig geblieben, wir haben gut kombiniert und hatten Möglichkeiten, klar, für noch viel mehr Tore. Leider haben wir die nicht gemacht, aber ich denke, mit dem 3-0 ja, sind wir auch hier natürlich sehr zufrieden. في البداية طبعا سعيد بالنتيجة. احنا دخلنا المباراة بشكل ممتاز جدا وقعدنا أول ربع ساعة لعبنا فيها بشكل مثالي وأحرزنا هدف مبكر. بعد ربع ساعة بدأنا إن احنا أدائنا يهبط شوية، بدأنا نستسلم لطريقة لعب الترجي، بدأنا نسمح للترجي إنه يلعب كورته، يلعب الكرة اللي هو عايزها. ما كانش عندنا تركيز، كان عندنا تسرع.
بعض الشيء بين الشوطين. دخلت اتكلمت مع اللعيبه بتاعتي ان احنا نعمل ايه ونقدر ان احنا ازاي نظهر بشكل افضل، ان احنا نهدى ننقل الكوره، وبالفعل اللعيبه نزلت طبقت كل اللي انا كنت عايزه منهم في الشوط الثاني. قدرنا ان احنا نحرز هدفين، اضعنا كميه اهداف كبيره جدا ان احنا كنا ممكن نضاعف في النتيجه دي، لكن ما قدرناش للاسف. في النهايه طبعا 3-0 هنا نتيجه بالنسبه للترجي. kann ich sagen dass wir sicher die ersten 15 minuten gut gespielt haben da die führung erzielt haben. بالتاكيد احنا اول ربع ساعه لعبنا كويس جدا وقدرنا ان احنا نتقدم. natürlich auch möglich dass sie hätten ein tor schießen können und ich glaube dann wäre es vielleicht ganz anders rausgekommen und wir haben speziell dann in der ersten Halbzeit nicht mehr diese Ruhe gehabt. Wir haben selber Hektik reingebracht und das haben wir dann zum Glück in der zweiten Halbzeit korrigieren können. احنا بدأنا طبعا زي ما انا قلت كويس جدا في البداية. بعد ربع ساعة بدأ الترجي يمسك زمام المباراة. الترجي كان ليه فرص، كان يقدر ان هو يحرز اهداف في الشوط الاولاني، ولو كان احرز اهداف اعتقد النتيجة كانت ممكن يبقى شكلها مغير تماما. لكن احنا قدرنا الشوط الثاني ان احنا نتدارك الامور ونبقى اهدى ونقدر ان احنا نسير المباراة كما نريد. ده مهم جدا. كولر ازاي كان راصد كل لحظات المباراة وعنده استراتيجية مش للشوط الاول بس، لا كمان استراتيجية على مدار المباراة. كولر كان بيبص بشكل كبير جدا هو عايز ايه من المباراة، قادر يحقق ايه، وده كان شيء ايجابي لتحليل كولر في نقاط بسيطة وواضحة للمباراة. كمان عندنا فيديو تاني مهم في جانب اخر لازم نقف عنده من كلام كولر. نشوف الفيديو ونرجع معه. Ja, es ist nicht meine Aufgabe über den Gegner zu sprechen und zu sagen, ob sie gut oder schlecht gespielt haben. مش مسؤوليتي طبعا ومش دوري ان انا اتكلم على المنافس او ان انا اتكلم على اداء المنافس او اقيم اداء المنافس. Wenn wir jetzt überheblich wären, ich denke, das ist auch möglich. Sie haben gute Spieler in ihren Reihen, dann ist, und wenn es nicht optimal läuft, dann ist auch möglich, dass man einen 3-0 aufholen kann. Und das hat gerade auch in Europa Champions League, also wenn man Real Madrid oder Liverpool und die Mannschaften nimmt, dann sieht man, dass das möglich ist. Also wir freuen uns über den Sieg, wir freuen uns über den Auswärtssieg, aber wichtig wird sein, dass wir uns konzentrieren und dass wir unser Spiel spielen und nicht denken, dass das schon qualifiziert ist und wir locker dann ins Spiel gehen. Also das wird von meiner طبعا لم يحسم التأهل بعد. نادي الترجي نادي كبير، نادي عنده لعيبه كبيره، يقدر ان هو عادي يجيب 3 اهداف. احنا شفنا ده في الشامبيونز ليج في الفرق الكبيره زي ريال مدريد وزي ليفربول ازاي انها تقدر خارج اراضيها تجيب اهداف. بالتاكيد احنا مش ناويين ان احنا نخش المباراه بتعالي لان ده هيبقى خطر جدا، او باستهتار، او نتصور ان الامور اتحسمت. الامور لم تحسم بعد، الامور تحسم بعد نهايه صفاره المباراه الثانيه. بالتاكيد هنحاول ان احنا نكون مركزين، ما نكونش بنلعب بتعالي. كل شيء وارد في الكوره، واكيد انا مش هدي تعليمات للعيبتي او احسسهم ان احنا الامور حسمت. سعداء بالنتيجه طبعا ان احنا نكسب خارج اراضينا بنتيجه كبيره، لكن لم تحسم الامور بعد. Respektiere ich jeden Gegner, weil immer irgendwas passieren kann. Und ich glaube, es wäre falsch, wenn man diesen Respekt nicht entgegenbringt. Und wie gesagt, es ist nicht meine Aufgabe, über den Gegner zu urteilen, ob jetzt die schlecht gespielt haben oder was falsch ist. Das ist die Aufgabe des gegnerischen Trainers. أنا بحترم كل فريق بلعبه، أي فريق مهما كان بحترمه بنفس القدر. وده هو مفتاح دايما النجاح. اما بالنسبه لنقاط الضعف فدي مهمه المدرب الترجي هو اللي يتكلم عنها، لكن انا مش دوري ان انا اتكلم على نقاط ضعف المنافس. عايز تقيم حد نفسيا، قيمه في حالتين. الاولى هي لحظات الاخفاق الكبيره هيقول ايه بعدها، والثانيه هي لحظات الانتصار الكبير هيقول ايه بعدها. كولر لديه من الاتزان النفسي الشديد جدا، والفيديو ده أنا حبه جدا لكولر. شوف هذا الرجل الذي يحترم كرة القدم، يحترم كرة القدم بكل تفاصيلها، وشوف كلامه عن
الريمونتادا اللي بتحصل في كرة القدم، ريال مدريد ليفربول، واستشهاده بمباريات اتغير فيها النتيجة. وشوف كلامه واحترامه للترجي، الترجي وهو خاسر وكولر وهو فائز في قلب رادس. شوف هذا الرجل اللي بيملك الاتزان النفسي، تصريحات لا تقلل أبدا من المنافس، تصريحات ما فيهاش فرحة مبالغ فيها، تصريحات فيها احترام كرة القدم وإن لسه في مباراة جاية. كولر إدى درس، حتى كولر في التفاصيل تعالى أقف عند الحتة دي، وهو بيقول إن أنا ما أقدرش أتكلم عن عيوب الترجي وعن نقاط ضعفه، أنا أحترم الترجي، مدرب الترجي هو اللي يتكلم عن نقاط ضعف الترجي، أنا ممكن أتكلم عن مميزات أنا كنادي أهلي، عن شغل أنا كمدرب، إن مش عن شغل غيري ولا عن نقاط ضعف غيري. كولر بيدي درس إزاي تتواضع وأنت منتصر، إزاي تكون مدير فني متزن. وهذه النوعية من المدربين هم اللي بيكتبوا التاريخ، وهم اللي دايما بيكون عندهم الجملة اللي بيقولها كولر، إن أنا جعان بطولات، إن أنا جيت هنا عشان أكتب تاريخ. فتصريح مهم جدا وكبير جدا ويستحق إن احنا نقف عنده لكولر، خصوصا لما نسمع بعد كده وحنيجي لتصريحات حاولت تقلل من نادي الأهلي، ومبين الفارق ما بين الكبير الذي يرى الآخرين كبار وما بين اللي بيحاول يقلل من الكبير ولازم يكون عنده مشكلة. عايز أروح لبعض التحليل الفني، يمكن أنا ما حبيتش أدخل في تفاصيل النقاط الفنية قوي داخل التسعين دقيقة، لأن في واحد من الناس اللي أنا بشوفهم مميزين واللي أنا شخصيا بحب أسمعهم وبحب أتكلم معهم في الكرة، وهو طبعا المحلل الفني صبري سراج، وكان من ضيوفي قبل كده في رمضان في قناة النادي الأهلي، وقدم فقرة نالت يعني استحسان ناس كتيرة جدا. فأنا حابب زي ما بحب دايما أتكلم معاه خارج الهواء في الكرة برضو تسمعوه وهو بيكلمكم عن المباراة، لأن أكيد هتشوفوه شايف بعض الأمور من منظور مختلف. صبري ازيك وعامل ايه؟ وسعيد ان انت معايا على شاشة قناة النادي الأهلي ولو المرة دي صوتيا يعني. يا فارس ازيك، وانا مبسوط جدا طبعا باني معاك وعلى شاشة قناة نادينا، وبمسي عليك وعلى الشباب كلهم بقى يعني أسامة وغمري ورضا وكل الناس. الحمد لله يعني ظهور تاني متتالي هو في فرحة كويسة، تخطينا النصف الاول من الروايه زي ما بنقول بنجاح، الحمد لله نجاح كبير كمان. قدمنا مباراه محترمه قدام قسم كبير ايا كانت حالته الفنيه وايا كانت الاسماء الغايبه عنه، يبقى الترجي اسم كبير وعظيم في الكره الافريقيه، وان الليفل ده من الانديه ومن الفرق ما ينفعش ابدا ان احنا نقول ان النادي الفلاني او النادي الكبير ده كان غايب عنه لعيبه فاثرت، لان الانديه دي عندها سيستم وعندها نظام وعندها منظومه كبيره، فغياب لاعب او اثنين او ثلاثه حتى لو اثر لبعض الوقت لا يؤثر لكل الوقت. صحيح. فاحنا كنا قدام خصم كبير، بعد سنين هيتقال ان الاهلي فاز على الترجي، ما حدش هيقول ان الترجي كان عنده غيابات، زي ما في يوم من الايام الترجي كسب الاهلي وما حدش قال ان الاهلي كان عنده مشاكل او عنده غيابات، التاريخ يذكر النتيجه. فاحنا حققنا الحقيقه نتيجه كبيره جدا، اكبر فوز افريقي لينا تقريبا خارج ملعبنا على خصم تاريخي او منافس، انا ما بحبش استخدم كلمه خصم، الحقيقه منافس تاريخي لينا في دوري الابطال. فالحقيقه ان هي كانت ليله جميله ونتيجه مميزه يعني. طيب صبري، دعنا نغرد خارج السرب كده، يعني الناس كلها بتروح لحته اصل الترجي وما كانش في حالته اصل غايب عنه، وانت اتكلمت وشفنا النادي الاهلي يعني في مباريات كتير جدا وفي بطولات صعبه جدا منها الكونفدراليه وكاس العالم للانديه كان بيغيب عنه لاعبين وازاي كان بيحقق النجاحات. فانا عايز اتكلم عن الاهلي، عايز اسالك بعيدا بقى عن فكره غيابات الترجي، النادي الاهلي كان في حاله فنيه جيده جدا وكان في تحضير جيد جدا، قول لي ازاي شفت النادي الاهلي وايه اللي خلى النادي الاهلي في قلب رادس يكون بالقوه دي وبالشراسه دي وبالقدره الهجوميه دي يا صبري مع الاتزان الدفاعي؟ قول لي في نقاط ايه السبب الفني ان النادي الاهلي يكون بالشكل ده؟ العنوان العريض مارسيل كولر. الحقيقه احنا ربنا اكرمنا بمدير فني محترم وكبير وقدر يتاقلم بسرعه، حتى لو كان وقع في بعض الاخطاء في بدايه مشواره مع الفريق، لكن تدارك الامور بسرعه وفهم اللعبه وفهم هو موجود فين،
فين هو موجود فين في وسط القاره، وان اللي ممكن يحصل مثلا او طريقه الاداء اللي انت متعود تلعب بيها دايما مش شرط ان انت تنجح بيها في افريقيا لكل مقام المقال زي ما بنقول، هو قدر يستوعب ده بسرعه كبيره. الاهم كمان من ده او مع ده ان هو قدر يحافظ، الراجل ده جه في لحظه سال نفسه او سال اللي حواليه، قال الاهلي في السنتين اللي فاتوا ليه كان بيتراجع في الامتار الاخيره من الموسم، وبالتالي جاوب على السؤال بان احنا بنفقد لعيبه كتير في نهايات الموسم، سواء خصوصا على صعيد الاصابات وتراجع بدني كبير مع ضغط وتوالي المباريات. فالراجل قدر ان هو يعمل روتيشن بشكل واضح ان هو مدروس جدا وعلمي، استخدم تقريبا كل القائمه فيما عدا مخلوف وشوبير وايمن اشرف، فيما عدا الثلاث لعيبه دول اللي هم منهم اثنين حراس مرمى. كل القائمه بتاعه النادي الاهلي شاركت السنه دي وشاركت وخدت عدد دقائق، معظم اللعيبه خدت عدد دقائق كويسه ملحوظه جدا، بالتالي معدل الاصابات تراجع جدا وبقينا اللعيبه كلها جاهزه. في رسائل كمان هو وصلها لبعض اللاعبين خلال الموسم، منها ان هو يعتمد على مثلا حسين الشحات في الجناح الايسر. صحيح، هو انا مش هعطل لو عندي لاعب مستواه تراجع او عندي اصابه، لا انا مش هعطل، انا عندي البديل الكف اللي يقدر يقوم بالدور اللي حضرتك بتقول بتقوم بيه، لان في سيستم لعب احنا دلوقتي عندنا في باترن في الفريق، في منظومه لعب محدد، اي لعيب هيتشال اي لعيب هينزل لابس الفانيلا الحمراء في المركز ده هيأدي الدور اللي مطلوب منه. مهم جدا ده. فمش مهم مين الاسم، المهم ان الاداء هيتنفذ لان في طريقه لعب واضحه وفي جمل متحفظه واضحه. هو في رسائل معينه قدر يوصلها بـ يعني عايز اقول بشياكه جدا وبدون انفعال، هو راجل هادئ لكنه حازم وقوي، فقدر ان هو يخلق تنافس في كل المراكز، وان مفيش حد ضامن مكانه لان كل اللعيبه بتشارك، وان معظم اللعيبه لما بتنزل بتادي المطلوب منها تماما. فالكريدت كله انا بشوف للحاله اللي واصل بيها الاهلي في افريقيا حاليا وحتى في الدوري، ترجع بنسبه 99% لمارسيل كولر الحقيقه. اكيد اكيد يا صبري، وكان مهم جدا نسمع التعليق والتحليل الفني ده، لان يا جماعه مهم جدا ان انت تشوف نفسك بعينك انت، لان الاخرين احيانا بعينيهم هيكونوا عايزين يشوفوا حاجات تقلل من انتصارك. بشكرك جدا يا صبري وبشكرك على مداخلتك كالعاده، بستمتع بيها وكالعاده حبيت تشوفوا النادي الاهلي ونقاط قوته من حد هو شايف بعين النادي الاهلي وبروح النادي الاهلي. وقفنا عند نقاط كانت مهمه جدا، مش في التسعين دقيقه اللي اتكلم فيه صديقي العزيز صبري سراج، اتكلم في ما يخص ازاي مدير فني عمل كده زي الطباخ الشاطر، انت بتقول له انا عندي ادواتي كذا موجود، ده موجود منه كتير، ده ناقص في السوق، ده مش حلو، ده ما عرفتش اشتريه لك، ده كذا، عايزك بقى تاخد التوليفه دي وتطلع لي اجمل حاجه ممكن اكلها. وفعلا مارسيل كولر الى الان هو ممتاز، هو مهاري، هو الحد اللي عارف يضبط ايقاع النادي الاهلي، وده كان شيء مهم جدا. اخيرا كولر كان ليه كلمه عن احد فرسان رهان النادي الاهلي في كل وقت، يمكن البعض تستطيع أن تراهن عليه لبعض الوقت، ولكن أحدهم تستطيع أن تراهن عليه لكل الوقت، لأنه علي معلول. نسمع مارسيل كولر قال إيه عن علي معلول اللي اختصه بإشادة كانت مهمة جدا في قلب تونس، لأن علي معلول اللاعب الكبير في تونس كان يستحق أمام التوانسة وأمام إعلامه وأمام صحفته وأمام بلده أن يتقال عليه اللي قاله مارسيل كولر. Der Spiel auch gut lesen kann, der natürlich x Spiele in der Nationalmannschaft gespielt hat und eigentlich auch bei uns eine sehr wichtige Position auch einnimmt. في البداية هبدأ بعلي. علي لعيب كبير جدا، لعيب عنده خبرات كبيرة، لعيب هادي جدا في الملعب، عنده ذكاء ملعب غير عادي، بيقدر يقرا الملعب ويقرا المباراه بشكل ممتاز جدا. ده طبعا بسبب الخبرات، خبرات دوليه، لعب مع المنتخب الدولي التونسي او الوطني التونسي فترات طويله، وبالتالي عنده خبرات كبيره جدا، لعيب كبير لا غنى عنه، بيقدم مستويات كبيره جدا مع النادي الاهلي، وطبعا ركيزه من ركائز الفريق وبيعمل تاريخ مع النادي. Und er spielt natürlich extrem viele Spiele, er ist
natürlich auch immer dann bereit dazu. Er hat eben auch diese Erfahrung, dass er weiß, wie er das Spiel lesen muss und kann. Und dementsprechend ja, sind wir froh, dass wir so ein Spiel in unseren Reihen haben. وبخبراته الكبيرة رغم ان هو بيقدم مباريات كتير جدا مكثفة ما فيش غنى عنه ولكن هو بخبراته قادر ان هو يقرأ الملعب قادر يقرأ الماتشات ان هو يقدر يأدي في كل الماتشات اللي احنا بنأديها علي لاعب ولا غنى عنه سعداء ان احنا عندنا لاعب بقيمة علي معلول في النادي الاهلي رسالة مهمة جدا من كولر عن علي معلول احد افضل اللاعبين في النادي الاهلي على مر تاريخه وهو أحد أفضل الأجانب إن لم يكن في رأيي أفضلهم اللي ارتدوا قميص النادي الأهلي وكان مهم جدا إن أنت وإنت في تونس تبروز علي معلول وده المدير الفني الناجح اللي حب في لحظة ما يتكلمش كلمة عابرة عن علي معلول بل إن هو يقف عند دور علي معلول ليس في مباراة ولكن في أعمدة النادي الأهلي وفي دوره مع النادي الأهلي كلاعب كبير جدا وكولر عارف إن لو أنت في الصحافة المصرية وبعد المباريات هنا في مصر بتدي علي معلول حقه ففي قلب تونس علي معلول يستحق إن احنا نشكر تونس عليه لأنه أحد أفضل الهدايا اللي منحتها تونس للنادي الأهلي ويظل علي معلول لاعب استثنائي في تاريخ النادي الأهلي ولاعب عظيم على طريقة مارسيل كولر اللي نأمل إن هو يكون مدرب استثنائي ومدرب عظيم نشوفكم بعد الفاصل لأن لسه عندنا كلام مهم جدا ورجعنا لكم واستكمال فقرات الأهلي خط أحمر ومباراة الترجي اللي تستحق أن توثق كحدث مهم جدا ويا جماعة محتاجين إحنا كأهلوية زي ما بنزعل قوي قوي لما يكون عندنا خسارة أو إخفاق لازم كمان الإنجاز والمباريات الكبيرة تاخد حقها وتاخد مننا إن إحنا نشوفها بالشكل اللي تستحقه أنا عنديش مشكلة إن إحنا ممكن نشوف إن المباراة كان ممكن تخرج بنتيجة أكبر لكن إنت حققت أهدافك حافظت على لاعبيك إديت رسالة قوية جدا 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 الناس كلها بتتكلم عن قوة النادي الأهلي فاستمتعوا استمتعوا بالحدث واستمتعوا بالفوز ومهم جدا إن إحنا زي ما بقول في الخسارة بيكون عندنا بعض الأمور اللي بتزعلنا طبيعي ففي الفوز كمان مهم إن إحنا نستمتع واحد من الناس اللي بتستمتع دايما بفوز النادي الأهلي وكان ليه تعقيب مهم جدا في الاستوديو التحليلي كابتن وائل جمعة صخرة النادي الأهلي واحد كباتن النادي الأهلي التاريخيين نسمع قال إيه عن فوز النادي الأهلي على الترجي الأهلي قوي يا أكتر الأهلي قوي جدا كمان على الترجي لكن الترجي سهم المهمة أنا هتفق مع الكابتن طارق وعرفيك في الكلام اللي قالوه على نسخة الترجي هي فعلا الأضعف وأنا ما شفتش الترجي أضعف من كده ولكن الأهلي قوي الأهلي واقف في الملعب بشكل ممتاز الأهلي معاه مدرب ممتاز مدرب جيد جدا قادر إن هو يخرج أفضل ما عند اللاعبين قادر إن هو يستغل الثغرات اللي عند المنافسين نعم. قادر إن هو يستغل كل الأخطاء اللي بتتاح قدام لعيبة النادي الأهلي ويخرج من عند لعيبة النادي الأهلي افضل ما عندهم شفنا استغل نوعيه اللاعبين غير انا هتفق مع الكباتن في ان مش ممكن ابدا الترجي باسمه وتاريخه يتعامل مع النادي الاهلي بالتعامل اللي حصل في مباراه النهارده نعم. بدون روح مش ممكن لو فرقه صغيره حتى اخضر مش هتسيب النادي الاهلي يعمل فيها نعم. بالشكل ده فما بالك بفريق كبير الخطا بيتكرر كل مره قدرنا ان احنا نوصل انا حزين جدا ان النتيجه 3-0 اخطاء فرديه انا حزين لان النتيجه النهارده كانت ممكن نعمل نتيجه تاريخيه قدام الترجي فريق ممكن نتيجة أثقل كان ممكن النهاردة بقولك الترجي يحصل نتيجة تاريخية النهاردة للنادي الأهلي لو سجلنا الفرص اللي كان فيها أنانية كتير جدا من بعض اللاعبين نعم. إنما النادي الأهلي النهاردة اللعيبة واقفة بشكل ممتاز كل اللعيبة مركزة في المباراة أخضر بيتعاملوا بجدية وبشخصية النادي الأهلي مع اسم الترجي قدرنا ان احنا ننفذ طريقه المدرب في الوصول لمرمى الترجي اكتر من مره استغلنا لينا الاخطاء بشكل كويس جدا ده اللي بكلمكم فيه كابتن وائل جمعه وهو شايف ان النتيجه كان ممكن تبقى اكبر ولكن بيدي الاهلي حقه بيتكلم في ازاي النادي الاهلي هو اللي قوي بغض النظر عن الترجي وحب يأكد ده لأن قبلها كان في فاصل في الاستوديو من استعراض قد ايه الترجي بيمر بمشاكل فكابتن وائل جمعة حس ان القصة هتروح وكأن النادي الأهلي كسب بثلاثية عشان الترجي بيمر بمشاكل الموسم الحالي
طب ما هو الترجي وهو بيمر بمشاكل هو اللي صعد من دور الثمانية، الترجي وهو بيمر بمشاكل هو اللي تأهل أول مجموعته، الترجي وهو اللي بيمر بمشاكل هو اللي كان عامل بطولة إلى أن لاقى النادي الأهلي كان البعض شايفه مرشح، ولكن كابتن وائل جمعة قال لا، النادي الأهلي قوي بغض النظر عن الترجي في أفضل حالاته ولا لا، وكمان في حد تاني ادى النادي الاهلي حقه وهو كابتن رفيق صيفي اللي كان له كلام مهم جدا عن النادي الاهلي، نشوفه ونرجع نعقب. تحسن الاهلي في كل مباراه يقوى، يصبح قوي. تكلمنا على عده امور صنعت الفارق، تتكلمنا على وسط الميدان، تكلمنا على جوده اللاعبين الموجودين الاساسيين نعم. وعلى الدكه. اليوم لو عملت فارق يعني تشوف دكه الترجي ودكه الاهلي مختلفة، دكة الأهلي ممكن تكون أساسي لو المباراة الجاية ولا مباراة الإياب تلعب بسهولية وتلعب بالقندوسي وتلعب طاهر وعبد القادر عادي وممكن يفوز ويكسب. يعني مستوى اللاعبين المنافسة اللي صنعها المدرب كولر في هذه المجموعة والطريقة والأسلوب أيضا لهم اللاعبين فرق. لماذا لهم الأسماء أرجع للمنافسة ولماذا أرجع للتهديف؟ نشوف يعني التولاتي كيف يؤدي في الأمام وأخرج تقريبا لاعبين اثنين ثلاث لاعبين اللي كانوا الأمام غير ثلاثة وأدخل ثلاثة وهذا هو الفرق. يعني تحسن فيه نظام، فيه تنظيم، فيه مسيرين وراء هذا الفريق، تحس فيه مجموعة، فيه مدرب، فيه طاقم فني، فيه نظام يعمل عليه كل المسؤولين، اللاعبين، مدير تقني، في ايضا ذهاب الى العمق والسرعه في الاداء هو اللي يوصلك لمراحل قويه. لماذا الاهلي كل سنه ينافس حتى ولو يبدا سيء، حتى ولو في الدوري يكون سيء، ولكن يعرف يعاود يرجع وفي البطولات وينافس، وكل سنه نفس الشيء. يعني نقولوا لا الاهلي السنه هذا سيء في البدايه، عنده يعني مشاكل، لكن يعاود يرجع. كلام ممتع من نجم كبير زي كابتن رفيق صيفي، كلام ممتع عن ازاي النادي الاهلي بيمتلك ادواته اللي تخليه حتى لو في لحظات عنده اخفاق او لحظات سيء فيها يقدر يرجع. سؤاله ازاي فريق كل سنه تقدر تقول اذا كان سيء او جيد لازم تثق ان هو يقدر يكون على منصات التتويج، هو ده النادي الاهلي. تخيل في ناس ما بتقدرش تشوف النادي الاهلي بالعين دي، تخيل في ناس ما بتقدرش تدي النادي الاهلي حق، بس لو في ناس ما ادتش النادي الاهلي حقه احنا موجودين هنا عشان ندي النادي الاهلي حقه وحقه كويس قوي. ولكن العين الجميله اللي شاف بيها كابتن رفيق صيفي النادي الاهلي كان في عين تانية شافت النادي الاهلي بشكل يقلل من النادي الاهلي. وانا مش هعتبر ان تصريح خالد القربي هو بيمثل الراي العام التونسي، لان احنا دايما قلنا قد ايه خدنا حقنا هنا، ولكن أنا هقف عند كلامه هو، لأن محاولة الانتقاص من النادي الأهلي أكيد أكيد لازم تدفع ثمنها وتعاقب عليها فنيا، وده اللي عمله النادي الأهلي. نشوف ما قبل مباراة الترجي والنادي الأهلي خالد القربي التونسي كان رأيه إيه في المباراة وفي النادي الأهلي الذي وصفه بالمتواضع. الترجي والأهلي الحقيقة خاطر ماتش كبير، من بعد عاود تفرش في ماتش ترجي على خاطر اون في الماتش الكبير سيتو في الميتون الاول دخل هو لافيش بتاع الربع نهائي لافيش هي الحقيقه هنا حط واحد بالتليفون وواحد في التلفزه ما شاء الله. الناس اللي لابس عليهم كلها كيك، فما شكون حاطت ايباد وحاطت تلفزه وحاطت تليفون وحاطت اورديناتور فريمون كان قبيل في السماء يهبطوا عليه. الحقيقه الماتش الاولاني دخل قويه للرجاء، جاب دي زوكازيون، عرف كيفاش الاهلي تمتص شويه من الاول، اما ضيعت بكو دوكازيون من الاول للرجاء، دخلوا معناتها مكبلين ممكن كبيره مكبلين من الاول، الجمهور ضغط على الجمهور الى حد في الدقيقه 44 زائد 4 جات بيلانتي، الناس كل فرحت خاطر وقت ممتاز، ذا ماركيت بلانتي ودخلت الفيساريت، المورال نتاع الاهلي يهبط جيميتون زيرو. هي فما سوء حظ ممكن ضرب تاع ترونسفيرسال وهبطت الكوره بامبيت لبرا، فما سوء حظ. عكسه شو نقول انا، هارد لاك الجماهير الرجويه على خاطر الحقيقه سحقت باش تتعدى على حساب الاهلي، خاطر الاهلي في الماتش نتاع الروتور ما عملت حتى اوكازيون، ما عملتش معناتها جات لعبه الديفونس
وانا الحقيقه راه مانيش ضد الاهلي، اما اللي نشوف فيه الاهلي ماهيش ليكيب اللي معناتني سكول تخاف من، تخاف من سان داونز اوكي معاك، اما الاهلي فريق معناتها مع كل احتراماتي ليه متواضع، واذا الاسبيرونس عارف كيفاش تلعب عادي تتعدي حتى مع الغيابات، حتى مع الغيابات خاطر انا ريتو معناتها فريق عادي. تعالوا احكي لكم حكايه اللي اتقال، حكايه تصريحات التونسي خالد القربي اللي زي ما بقول وباكد كتير جدا تلقينا اشاده من المحللين التوانسه، ولكن هذا القدر ليس من التقليل من النادي الاهلي ولكن غياب اي رؤيه فنيه. حضرتك لا تمتلك اي رؤيه فنيه، وكان عندنا مشكله مع اسم خالد، يعني مش عارف خالد القربي عنده مشكله كبيره جدا في ان هو يشوف النادي الاهلي بعين الانصاف. كل الكلام اللي سمعتوه في الاول عن عدم استحقاق النادي الاهلي بالعبور على حساب الرجاء، هو يرى ان النادي الاهلي كان محظوظا في ان هو عبر الرجاء، وشاف ان اللي وصل لنصف النهائي وهو النادي الاهلي اللي وصل الفريق اللي ما كانش يستحق. النادي الاهلي اللي فاز في مصر بنتيجه 2-0 واللي قدر في قلب المغرب يخرج بشباك نظيفه من احد اقوى الفرق هجوميا في دور المجموعات، اللي محقق ارقام هجوميه قويه جدا في دور المجموعات، وحفاظك ان انت لحد الدقيقه 75 ما بتستقبلش من الرجاء كوره واحده بس بين القائمين والعارضه، بيشوف ان انت لم تستحق التاهل على حساب الرجاء. دي مش عين انصاف، دي عين مكيدات، عين اللي انت بتقول ما عندكش مشكله شخصيه مع النادي الاهلي. صدقني مستحيل هذا التحليل يكون تحليل شخص منصف ما عندوش مشكله مع النادي الاهلي. هو حاجه من الاثنين، يا انت عندك مشكله مع النادي الاهلي، يا اما انت عندك مشكله كبيره جدا 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 في رؤيتك الفنيه. هقول لك ليه، لان انت انتصرت لوجهه نظرك. خلفيات هذا الكلام اللي فيه انتقاص من النادي الاهلي وان هو لم يكن يستحق عبور الرجاء، هو خلفيات واحد توقع ان الرجاء على ملعبه هيكسب النادي الاهلي بثلاثيه. خالد القربي في تصريحات اخرى توقع خساره النادي الاهلي بثلاثيه امام الرجاء على ملعبه، فبدل ما يتكلم عن ملحمه النادي الاهلي اللي فيها حافظ على شباكه أمام نادي الرجاء اللي تقريبا ما وصلش لمرمى النادي الأهلي على ملعبه غير في لحظات بسيطة جدا، شاف إن عبور النادي الأهلي غير مستحق. ولما جه يتكلم عن مواجهة النادي الأهلي للترجي، شاف أن النادي الأهلي فريق متواضع، فريق متواضع كان يستحق أن يخسر بثلاثية أمام الرجاء. فإذا بالنادي الأهلي يقصو ويعاقب داخل الملعب بثلاثيه، واعتقد ده درس. اوعى اوعى تستهين بالنادي الاهلي، ولما تتكلم عن النادي الاهلي في افريقيا انت بتتكلم عن زي ما قلت في الاول اللي كاتب كتاب الكوره في افريقيا. كل الانديه لها ادوار، بس لما توصل للصفحه الاخيره هتلاقي مؤلف الكتاب اسمه النادي الاهلي، هو مؤلف حكايه الكوره في افريقيا. فالاستهانه بالنادي الاهلي والتقليل من النادي الأهلي في إفريقيا تدفع ثمنه خسارة تاريخية. أعتقد يا خالد محتاج تعيد كتير جدا من طريقة حديثك عن النادي الأهلي، لأن مش أول مرة عندي تصريحات كتير جدا لخالد القربي وهو يقلل من النادي الأهلي كبير أفريقيا وسيد القوم في إفريقيا. أعتقد محتاج تراجع نفسك، ولكن لأن طول الوقت بقول هذا موقف يمثل خالد القربي لا يمثل الرؤية التونسية عن النادي الأهلي، وهي من أفضل من تحدث عن النادي الأهلي، وبنشوف دايما قد إيه في تونس يقدرون النادي الأهلي، يمنحونه حقه، يصفونه بريال مدريد إفريقيا زي ما اتكلم في الفيديو ده الصادق قحبيش وهو يتحدث عن حظوظ النادي الأهلي أمام الترجي. ومن شخص متزن يعرف قيمة النادي الأهلي نسمع ما حاول إصلاحه الصادق قحبيش من ما أفسده خالد القربي. يا البينالتي نتاع الهلال السوداني كلمتك قلت لك توا سي صدقني عرفتك في شكون اللي جاي الترجي كان ما تهزش معناها الأهلي في الكار راهي باش تهزها في الدومي، هذاك هو قدر جمعية الكبار معناها بوراري في عصام ضدنا وقت
هاي عصام قال لك لا ودري شنو ما ربي يشفي يا عصام. شو عصام اليوم؟ خونا صاحبنا نحبوه هكا علاش ديما نذكروه. دونك حبيت نقول 50-50 لا حقيقه مع كامل احتراماتي الاهلي بار افيك. اعطيني بورسنتاج. اي 60-40 بلوتو. اي 10%. علاش قلت 60-40 دونك؟ الاهلي بار افيك ان ليجي افونتاج. علاش؟ اوبجيكتيفمون لانه هذه جمعيه معناها دور او مال وقت اللي تستناها باش تعمل لو ماتش كيلفو ديفونسيفمون، تستناها باش تعمل ماتش تكتيكي، وقت اللي تستناها باش تبدا واقفه بالكدا، والحقيقه عندهم لا بركاز اذا تخدمهم ها كره على البارا وضيع بلانتي ها وراس راس وعميه ربي معاهم ديما تحبهم تحب ولا تكره توفيق. لا نحكي على الاهلي الاهلي. دونك حبيت نقول اللي كونوا هذه جمعيه ابيتوي وتيتر وعندها هاي. ثقافه وعندها 10 تشامبيونز ليغ. ها 10 تشامبيونز ليغ. 10 تشامبيونز ليغ واخر 3 فوا اخر مره فيناليست راه على 3 ديرنيير زيديسيون معناها بالعربي يوصلوا الفينال كيما انا وياك نصبحوا على بعضنا الصبح. صحيح عادي معناها امور من الدومي فينال تبدا الشامبيونز ليغ نتاعها ثقافه ولا اي اون بلوس هانا رينا كيفاش كل ما تبدا سو بريسيون كل ما تنجح فيها قداش من مره اوبليجي باش تجيب الكاليفيكاسيون من برا تجيب قداش مرة اوبليجي باش تجيب التيتر من برا تجيب لازمها تربح كونتر الرجاء وما تقبلش اهداف ربحت اثنين بلاش لو سكور ايديال في كومبيتيسيون افريكان الي روتور ضيعت بونتوات ولا في لو دوران معناها خليت العاصفه تتعدى في الروتور راهو كلام صهيب كله صحيح كي تجي تشوف كوره كوره الرجاء لعبت ثلاثه ميتونات على دوميني الاهلي ثلاثه ميتونات الميتون الاول في مصر في مصر وزوز ميتونات المغرب في المغرب والاهلي على دوميني ميتون برك الميتون الثاني في مصر شكون في الاخر تعدى ريوسيت شكون مركز زوز شكون ما ماركاش الاهلي الاهلي ما ذكركمش في حكايه عملناها في الشامبيونز ليغ تاع اليوروب يا اخي باريس ما دومينيتش مدريد ثلاثة ميتونات صحيح زوز ميتونات شدتها في تركينا في الخريف دومينيت ربع ساعة وكيليان مبابي ماركا ثلاثة بونتو ورجو وفي البريمير ميتون في مدريد مبابي ما ماركاش بونتو نحاولوا واحد آخر بالفار والرجاء شاوت له آخر نص ساعة ماركا ثلاثة بونتو والرجاء شاوت له ضيع جونشين معاك دوك جونشين معاك دوك ريال الأهلي المصري نسميه حتى ريال مدريد إفريقيا الأهلي المصري نسميه حتى ريال مدريد إفريقيا هو ده الكلام الانصاف اللي خلى الصادق قحبيش وغيره من التوانسه داخل الاستوديو يقولوا ان حظوظ الترجي امام النادي الاهلي لو قلنا ان هي 50-50 نبقى بنقول كلام غير منصف عشان تدي النادي الاهلي حق وتكون موضوعي لازم تقول ان الحظوظ 60-40 مهما كنا بنحب الترجي هم اللي قالوا كده قالوا ان النادي الاهلي خارج التوقعات يقدر يقدم مباريات فنيه عاليه لو هو مش في أفضل نسق ليه يقدر يقدم مباريات تكتيكية من الطراز الأول الكرة تحبه القصة مش حظ هو الكرة تحبه عنده ثقافة مختلفة داخل القارة لعبه النهائيات وكأنه شيء عادي وكأنه بيقول صباح الخير وكأن النادي الأهلي بيقول صباح الخير كل يوم هو ده لعب النادي الأهلي النهائيات ده يا خالد يا قربي من أبناء تونس إزاي بيروا النادي الأهلي وده رسالة لأي حد محتاج تكون منصف محتاج تكون موضوعي ولو بقيت منصف ولو بقيت موضوعي هتشوف قد إيه النادي الأهلي استثنائي ومختلف ومتفرد وكل من هو داخل القارة لابد أن يقدر النادي الأهلي ويراه بعين الاحترام لأنه يستحق كمان في حد شاف النادي الأهلي بعين الاحترام وزي ما بقول لكم دايما الاعلامي الكبير عمرو اديب في لحظات انتصار النادي الاهلي في كتير من الاوقات يراه بشكل طبيعي يراه بحاله الزملكاوي اللي عنده شعور ليه الاهلي او ليه الزمالك مش زي النادي الاهلي على هذه الوضعيه اللي بيديك حقك في لحظات دايما بنقول هنا ولما بيكون في اختلاف في وجهات النظر كمان بنقول في اللحظه دي عمرو اديب تحدث عن النادي الأهلي وكيف هو مختلف متفرد مميز جميل نشوف الكلام طبعا ان الأهلي جاب الجون التاني يعني تحس كده ان الأهلي بيلعب في مختار التتش يعني تحس ان الأهلي كده بيلعب في مصر بيرسي تاو جاب الجونين طب كويس طبعا مستنيين بقى كهربا والشحات وبتاعه وكده الشحات بيلعب ولا لا مش شايفه بيلعب نستنى بقى هو اللي هيرفع الكورنر
وكهربائي ما جاش. معلش اتنين مش واقع يا جماعه، مش عايزكم تزعل. سامع اهلاويه زعلانين يقول لك اتنين بس، انت عايز كام تكسب سبعه؟ يعني برضو الاهلاويه برضو مستوى الطموح غير طبيعي، واحنا بقينا نادي طموحلس. يعني انتوا عندكم طموح واحنا عندنا طموحلس، احنا لم يعد عندنا اي طموح لاي شيء. اتحدث عن الزمالك، اتحدث عن الزمالك طموحلس. يعني بس يعني يفضل النادي فاتح بقى، ده الامل، مش الامل ناخد بطوله، لا النادي يبقى فاتح. دلوقتي يقول لك ايه؟ ان نادي الزمالك يفضل فاتح ابوابه. احنا واصلين للمرحله دي يعني. فيعني الاهلي جايب اتنين اهو، فبتفرج، وارد يعني ممكن يحصل اي حاجه واي شيء يغير الدنيا. انما يعني اظن كده مبروك للنادي الاهلي ولا بدري؟ اصل كل الناس يقول لك ايه؟ من عين عمرو اديب. انا دايما بقول لكم النتائج قبل اي حد. انا اظن كده الماتش ده خلص واللي وراه خلص. انا بقول لكم اهو الماتش ده خلص واللي وراه خلص. يعني انا ما اقدرش اقول نفس الكلام على ماتش ريال مدريد ومانشستر سيتي. تخيل يعني رغم انه 2-0 كان، انما ما اقدرش اقول نفس الكلام، ما اقدرش. انما الاهلي انا عايزك تحط في بطنك بطيخه صيفي. الاهلي قد عبر. يعني استاذ عمرو اديب، هل انا بتكلم في مقارنات ايه؟ انا كويس ان ناديه لسه فاتح. يعني انا مش هتكلم في كوره ومش هتكلم في ارقام، انا كويس ان ناديه مقارنه بالنادي الاهلي لسه فاتح لسه شغال. يعني انصاف النادي الاهلي، بس احنا مش هنقع في الفخ بتاع ان التاهل حسم ولا المباراه اللي بعدها حسمت. احنا هنقاتل لاخر لحظه بعقليه كولر. ولكن اللي قاله عمرو اديب عن المقارنه المتزنه نفسيا، ده بقى اللي شاب العين الصح، وده كان شعاري في بدايه الحلقه. جو بقى الترجي ضعيف، الترجي اللي اخر مرتين انا معاه في دور المجموعات بيصعد على حسابي، 22 سنه ما خدتش بطوله افريقيا وجاي اتكلم عن النادي الاهلي، بعدي بروكسي باخطاء تحكيميه، إيه النهارده لسه عندنا واقع في التحكيم حتى في الدوري اللي محمد صبحي، يعني ركله جزاء واضحه صريحه كان لازم تحتسب للنادي الاسماعيلي اللي كان ممكن زي حرس الحدود قبل كده لعبه فيها خطا تحكيمي تتسبب في هبوطه. كل الكلام ده ما ينفعش تسيبه وتيجي تقلل من انتصار النادي الاهلي وتقول لي فريق ضعيف. اتعلم، اتعلم كده من الاتزان بتاع اعلامي كبير زي عمرو اديب وهو بيقول لك مشكلتك ايه، وهو بيقول لك المقارنه تبقى ازاي، وهو بيقول لك الوضع يبقى ايه، على لسانه هو مش لسان انا. وانا للامانه قلبي عندك، قلبي عندك، انا معاه، قلبي عندك. واكيد مصلحتنا ان كل الانديه طبعا يعني تكون في افضل حال، ولكن دون ان نقلل من نادي ليه انجاز كبير بيدافع عن كل الانديه المصريه، لان صدقني النادي الاهلي يحمل وحده حاليا الدفاع عن الكره المصريه افريقيا وعلى مدار اخر 22 سنه. ولو خارج المعادله على فكره اول ناس هتتضرر هي باقي الفرق كلها، لان النادي الاهلي اللي شادد الوضع تسويقيا ومتابعه وجماهيريا وافريقيا ووجوده في كاس عالم للانديه، كل ده شيء مهم جدا لصالح الكره المصريه. وانا بقول للاعلام الكبير عمرو اديب ما تزعلش نفسك، اكيد هيجي يوم من الايام يعني الامور تبقى احسن، لان كمان المقارنه مع النادي الاهلي صعبه زي ما انت قلت. النادي الاهلي مختلف، النادي الاهلي مش في حته تانية، النادي الاهلي هو الحته التانية. كمان كان عندنا مداخله لطبعا امين صندوق النادي الاهلي المهندس خالد مرتجي، كان ليه كلام مهم جدا عن كهربا، ربما اول مره يكون في التصريح ده عن كهربا وعن النادي الاهلي، تصريح رسمي مهم جدا نقف عنده لما نطلع نسمعه. ان كهربا بقى يعني تميمه الفوز للاهلي، يعني وجود كهربا مساله هامه جدا بالنسبه للاهلي. هقول لك حاجه يا عمرو، لاول مره كهربا اتظلم، كهربا مظلوم، كهربا عقده مظلوم، لكن الولد ده راجل، والراجل ده الولد ده تحس ان هو يعني انا اسف اللفظ رادع فانيله النادي الاهلي، رادع روح الفانيله الحمراء، بيموت نفسه في الملعب، عايز يسعد الجماهير. ما كان رادع فانيله النادي الزمالك الاول، وبيرضع كم هو مره. هو اهلاوي، هو اهلاوي، هو اهلاوي. انتوا كشفتوا عليه يعني.
لا طبعا كشفنا عليه. المهم الحمد لله رب العالمين. ألف مبروك يا خالد وترجعوا بالسلامة بجد بشكل موضوع انتصار كبير طبعا خارج الأرض 3-0 طبعا الحمد لله حاجة يعني جامدة لعيبة رجالة وجهاز رجالة وكلنا على قلب رجل واحد وربنا يكرمنا إن شاء الله بقيادة الكابتن محمود الخطيب. أرجع أقول برضو اللي ما بتطلعش من بقه العيبة ونحط تحت دي 50 خط لا نحط 100 خط وميت خط أحمر لأنها محتاجة تتبروز. كابتن محمود الخطيب اللي ما بتطلعش من بقه العيبة فوات كتير جدا جدا وافتكروا معانا الأمور كانت صعبة الأمور كانت مضغوطة كانت الناس بتطالب أحيانا نرد بشكل مش شكل النادي الأهلي ولكن عمر ده ما حصل. كابتن محمود الخطيب خرج وقال إن النادي الأهلي لشكله لمبادئه ليس بالسباب ليس باللعان ليه كتالوجه ليه مسته على مدار التاريخ عشان في نهاية المشهد ده اللي بيفضل وده اللي بيخليك تنتصر. الأمور كانت صعبة تحملنا كتير بس تعالى اقف في بداية المشهد وبص على الصورة هتعرف كويس قوي ان في آخر المشهد خرج النادي الأهلي منتصر بمبادئه وبثوابته وبضبطه لنفسه تحت أصعب الظروف الممكنة اللي كان ناس كتيرة ممكن ما تقدرش تمسك نفسها فيها ولكن لما تراهن على ثوابت النادي الأهلي أكيد هتنتصر. والشهادة مهمة جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي لأن ده كان منهجهم كلهم بلا استثناء أول كابتن محمود الخطيب مرورا بكل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي زي ما قال اللي هم على قلب رجل واحد وقال ده المهندس خالد مرتجي اللي كمان كان مهم جدا ان انتوا تعرفوا ان احيانا الورق ما بيكونش منصف يمكن حتى في القانون القانون يا جماعة يتعامل بأوراق واحيانا الأوراق ما بتديش كل حاجة واحيانا الأوراق ما بتديش الحياة كاملة بس في النهاية الأوراق قالت ايه ولكن يظل الحكاية اللي عندك انت واللي قالها المهندس خالد مرتجي في تصريح مهم لأول مرة ومهم لأول مرة لأنه أنصف كهربا وقال إن كهربا مظلوم في عقده كهربا كان مظلوم في عقده يمكن يا كهربا ما أنصفكش الورق ما أنصفكش حاجات كتير ولكن أنصفك الملعب مستحيل اللي بيحصل مع كهربا من توفيق يكون بيصادف حد هو داخليا عارف ان موقفه ما كانش صح كهربا موقفه كان صح كهربا ربنا بيديه كهربا في الملعب حكايته محتاج تقف عندها كهربا في الملعب ارقامه محتاج تقف عندها لاعب من 4 شهور بس كان البعض بيقول انه انتهى لاعب كان البعض بيقول ان عشان ترجع تلعب لك فرصه واحده ان انت تيجي تقول أنا آسف تيجي تقول أنا غلط تيجي تقول دول حرضوني دول خلوني أغلط دول أنهوا مسيرتي الكروية ولكن كهربا بيطلع وبيرد من الباب الكبير وأي باب أكبر من باب النادي الأهلي. أهلا بيكم وفقرتنا الأخيرة من برنامجكم الأهلي خط أحمر ولأن النادي الأهلي حقوقه خط أحمر ولأن أساس كرة القدم هي تكافؤ الفرص والعدالة المتاحة لجميع الفرق فالتحكيم المصري محتاج وقفة من كل حد حريص على كرة القدم في مصر وقلت لكم قبل كده أن النادي الأهلي مش مطالب يكون الفريق الوحيد اللي يدي 110% عشان يكسب مش مطالب يكون الفريق الوحيد اللي حتى لو ظلم تحكيميا مفترض انه يكسب لان ده بيحصل مع النادي الاهلي بس والتحكيم هنا طبيعي نتكلم فيه عن الجميع لان احنا اطراف معادلة واحدة ومسابقة واحدة ان انت تستفيد فيها من خطأ تحكيمي حتى لو أنا فيه مش طرف المباراة فأنا متضرر بالتبعية لأنك أخدت حاجة مش من حقك حكم زي وليد عبد الرزاق
كان احد ابطال مشهد مهم جدا ومؤثر جدا على النادي الاهلي، وهي مباراه النادي الاهلي اللي خد فيها متولي انذار قبل مباراه الزمالك. وليد عبد الرزاق في مباراه الاسماعيلي كان الحكم اللي توجه لمتولي واداله بطاقه تحرمه من مباراه الزمالك، شاف وقتها فيها كلاتنبرج انه كان تصرف غير مبرر، تصرف مندفع، تصرف كان في تربص باللاعب. نفس الحكم هو اللي كان بطل مشهد ظلم فيه نادي زي بروكسي امام نادي الزمالك في الكاس. قبل ما نروح لبروكسي عايزين نوريكم اختلاف المشاهد، النادي الاهلي بيتظلم قدام الاسماعيلي والنادي الاهلي في وقت مختلف تماما كان فيه ظلم واقع عليه. النهارده بدل الكراسي، لعبه الكراسي الموسيقيه هتشوفوها ازاي. وليد عبد الرازق تصرفه في مباراه الاسماعيلي ضد الاهلي، وليد عبد الرازق تصرفه في مباراه الزمالك وبروكسي، اهلي مضار زمالك مستفيد من الخطا. بدل المشاهد، النهارده الزمالك بيلاعب الاسماعيلي، مين حكم الساحه؟ محمد عادل. مين حكم الفار؟ مصطفى مدحت. ايه اللي بيحصل؟ المشهد اللي انتوا بتشوفوه ده، نعرض الصوره عشان نوريكم ازاي المقاعد بتتبدل في معادله فيها النادي الاهلي دايما هو مظلوم وفيها الاخرين هم اللي بيستفيد. انا عايز المشهد بتاع مباراه النهارده هو العنوان، لقطه محمد صبحي النهارده هي البدايه في مباراه الاسماعيلي، لقطه محمد صبحي وهو بيعمل ركل بالقدم للاعب النادي الاسماعيلي في وجود حكم ساحة محمد عادل وفي وجود حكم فار مصطفى مدحت. اللي بيحصل ما بيتمش استدعاء حكم الساحة عشان يتدخل في اللقطة دي واللعب مستمر، ولو حصل تدخل فيها ركل الجزاء غير عقوبة انضباطية على الحارس اللي بيركل بدون كرة، وبتلاقي طاقم الفار بيتدخل لا يتدخل ولا يستدعي حكم الساحة. تعالى عشان أقول لك حكاية الظلم المركب في التحكيم المصري، هحكي لك حكاية الظلم المركب عشان أقول لك إزاي المشاهد والمقاعد بتتبدل. مصطفى مدحت كان حكم فار برضو، ومحمد عادل كان حكم ساحة برضو في مباراة الأهلي والمقاولين الموسم اللي فات واللي تعرض فيها النادي الأهلي لظلم بين، كانت أحد المباريات اللي بعدته عن اللقب. نفس الحكم مصطفى مدحت كان حكم فار في مباراة المقاولين، المباراة اللي كان فيها طرد للشيمي ما حصلش وما تمش استدعاء الحكم عشان يطرد لاعب من المقاولين في الشوط الأول كان يغير نتيجة المباراة. المباراة اللي كان فيها تدخل أثناء تسديد معلول لركلة الجزاء اللي كان مفترض إن يكون فيه استدعاء من الفار وهو مصطفى مدحت، نفس الحكم اللي النهارده ما استدعاش محمد عادل وكان مفترض ركله الجزاء تعاد. المباراه اللي كان فيها شده لحسام حسن داخل منطقه الجزاء دي لعبه الشيمي، مصطفى مدحت هو نفس حكم الفار اللي كان بيتفرج على المشهد في الفار، ما استدعاش في اللقطه اللي انتوا شايفينها على الشاشه دي حكم الساحه واستأنف اللعب في طرد كان كفيل يغير نتيجة المباراة، تدخل مباشر على القدم وعدم نجاح اللاعب في لعب الكرة. طرد مصطفى مدحت مش هيتدخل. ليه؟ لأن اللعبة لمصلحة النادي الأهلي. نشوف لعبة تانية في نفس المباراة، ركلة الجزاء معلول لاعبة المقاولين بتدخل داخل تسديد اللعبة ومفيش استدعاء للفار، مفيش استدعاء من الفار لحكم الساحة لأن تنفيذ المخالفة خطأ. مصطفى مدحت ما بيتدخلش. نشوف لعبة تالتة لو معانا من نفس حكم الفار مصطفى مدحت، لو معانا لعبة تانية. طيب كان في شد حسام حسن برضو ما تدخلش فيه. طيب البعض هيجي يقول ما مصطفى مدحت بيروح الفار ينام، الراجل ده ما بيروحش يحكم،
ما هو التفسير المنطقي لشد لاعب وتنفيذ خطأ لركلة الجزاء وطرد الشيمي، كل ده هيكون تفسيره ان الراجل ده بيروح ينام، ما بيروحش يحكم فار. مصطفى مدحت في مباريات الاهلي بيروح ينام، بس ده بيحصل مع الاهلي بس، لان الحكم اللي ما استدعاش النهارده محمد عادل في لعبه من مصلحه نادي الزمالك وهي طرد او تدخل وركله جزاء كان مفترض يكون خلاص دي برضو الشده، يعني وضحنا اللعبات اللي مصطفى مدحت ما تدخلش فيها. عايز بقى نجيب الصوره بتاعه النهارده، نروح تاني للعبه حارس الزمالك وهو بيتدخل النهارده في لعبه تستحق الطرد وكان لازم مصطفى مدحت يتدخل فيها، نعرضها عشان الناس تشوف على الشاشه. طيب تفسيرك انت المنطقي هيكون ايه؟ ان الراجل ده يا جماعه بيروح ما بيعملش دوره، بيروح ينام، بيروح ينام في غرفه الفار. لا، حتى التفسير اللي فيه تبدل المقاعد ده مش صحيح، الراجل ده بيبقى صاحي قوي بس في اي محاوله ان الزمالك لا يتضرر فيها، لان هو نفس الحكم اللي النهارده في هدف الاسماعيلي الاول حاول باي شكل من الاشكال الهدف يتلغي، اي شكل. دور لي على عصفوره نزلت الملعب، دور لي على واحد من المشجعين كان بيكح، دور لي على اي حاله، يا عم شوف لي حاجه الغي بيها هدف النادي الاسماعيلي في شباك الزمالك، دور لي على اي حاجه، حاجة حصلت لعبة كعبل أي حاجة، واستدعى الفار واستدعى الحكم محمد عادل عشان يلغي هدف الإسماعيلي. نفس الحكم اللي ما صدق يدور ويفتش على أي حاجة يلغي بيها هدف الإسماعيلي هو اللي كان بيتفرج على لعبة محمد صبحي وفيها ركلة جزاء لنادي الإسماعيلي وما بيتدخلش، هو اللي اتفرج على حسام حسن وهو بيتشد، هو اللي اتفرج على تنفيذ خطأ وده دخول لاعب المقاولين لحظة تسديد ركلة جزاء الأهلي السنة اللي فاتت، هو اللي اتفرج على طرد على لاعب المقاولين ضد النادي الأهلي ولم يستدعاه. كل ده مصطفى مدحت ولسه بيحكم، ولسه مصطفى مدحت بيحكم. وبنتكلم عن عدالة، وبنتكلم عن منظومة تحكيم فيها الناس دي بتعمل ده. أتمنى يكون في تدخل وأتمنى يكون في وقفة، لأن انتصارات النادي الأهلي مش مبرر إن ده يحصل. طول الوقت القاعدة إن النادي الأهلي يدي 120% عشان يكسب. في الوقت اللي شفنا في مباراة بروكسي مهزلة أخرى تحكيمية دفعت نادي بروكسي إنه ينزل بيان. نشوف البيان كان بيقول إيه ونقراه معاكم. بروكسي نزل بيان قال فيه: طبقا للأخبار المتداولة على المواقع وعلى لسان مصدر بلجنة الحكام الرئيسية، تم تجميد الحكم وليد عبد الرازق حكم مباراتنا بالأمس مع الزمالك للأخطاء الكارثية التي ارتكبها ضد فريقنا والتي أثرت في نتيجة المباراة، وهذا إقرار من اللجنة بالضرر الواقع علينا. السؤال هنا للجنة الموقرة: ما الاستفادة التي ستعود علينا من تجميد الحكم ومن يعيد لنا حقوقنا المهدورة؟ يا جماعة اللي بيحصل ده أنا بشوف إن التناول الإعلامي وأغلب التناول الإعلامي عشان ما صادرش على حد كان غير عادل وغير منصف. مش معقولة إن إحنا لما نيجي نتكلم عن الاستثمار نقول بيراميدز بس، مش معقولة لما نيجي نتكلم في أخطاء تحكيمية نقول بيراميدز بس. هو بروكسي ده مش استثمار؟ نادي زي بني عبيد لما تفوق على الزمالك قبل كده في كاس مصر استفاد استثمار، استفاد إن لحد النهاردة بيتقال إن نادي بني عبيد اللي خرج الزمالك من كاس مصر. أنت حرمت بروكسي من إن هو يفضل بيتداول في مواقع مصرية وغير مصرية إنه حقق مفاجأة كبيرة جدا ان نادي درجة تانية يقصي نادي الزمالك من كاس مصر، حرمته من ده. هو ده مش استثمار حرمت بروكسي منه؟ هو ده مش استثمار حرمت بروكسي انه ينال فرصة هيكسب منها تسويقيا وماديا واعلاميا وكل حاجة دعائية انه هو يروح لمرحلة بعد كده في كاس مصر؟ ايوه حرمته. هو ده مش استثمار؟
هو الاستثمار بيراميدز وبس. لا، الاستثمار نادي زي بروكسي، وعشان حرم من العدالة، وبالمناسبة رئيسه ميوله زملكاوية، ولكن خرج زي كابتن حلمي طولان قبل كده وقال يا جماعة هو اللي ليه ظهر ما يتضربش على بطنه، يا جماعة كفاية. واحنا بنقول هو نادي الإسماعيلي النهاردة لما كان زي نادي حرس الحدود اللي قبل كده تضرر من خطأ تحكيمي أمام نادي الزمالك أدى إلى هبوط نادي حرس الحدود للدرجة الثانية، هو الإسماعيلي النادي الجماهيري لما كان يتظلم النهاردة في لعبة زي محمد صبحي ده ما كانش هيتضرر تسويقيا وماليا. هو ده مش استثمار؟ لا، نيجي طالعين بعد الماتش أصل اللعب في الإسماعيلية وغلوش. نفس الناس، نفس الناس بروكسي، ونفس الناس الإسماعيلي، ونفس الناس حرس الحدود، ونسي 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 ونسي. أعتقد كفاية، أعتقد التحكيم المصري محتاج يعيد تقييمه لوليد عبد الرازق ومصطفى مدحت وكتير جدا 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 من الحكام، ومن كتير جدا من الأخطاء التحكيمية اللي على طول الخط فيها حد واحد بيستفيد، وعلى طول الخط فيها حد واحد بيتضرر. واعتقد ده مش عدالة تحكيمية اطلاقا، واعتقد ده يستدعي وقفة كبيرة جدا. مبروك للنادي الاهلي اللي مهما حاول البعض محدش هيفسد عليه فرحته. النادي الاهلي مش جزء في كتاب الكورة، النادي الاهلي هو كتاب الكورة. كان ده الرسالة، وكان ده العنوان، وكان ده النادي الأهلي. أعتقد أخطاء تحكيمية بنشوفها، وأعتقد أمور كتير جدا بنشوفها بيكون لنا وقفة فيها وبيكون لنا تعقيب فيها. مش هنحتاج أكيد يعني وصلنا فكرتنا، وصلنا الرسالة اللي كانت واضحة وصريحة، مش محتاجين بقى نجيب حاجة تانية تدلل. لو انتوا عايزين امور اخرى تدلل على اللي حصل خلينا ناخد شهاده، لانه قلت لكم كابتن حلمي طولان يعني اعتقدت ان مفيش وقت ان احنا ناخدها، بس يمكن حظنا كويس ان معانا وقت، لان قبل كده قلت لكم رئيس نادي بروكسي هو ميوله زملكاويه. كابتن حلمي طولان قبل كده كان ليه تصريح، كابتن احمد حسام ميدو وهو يدرب وادي نادي دجله كان ليه تصريح، كلهم اتكلموا عن الظلم التحكيمي لفريق واحد كانوا هم أطرافه وهم زملكاوية. معانا حد جديد وهو بيتكلم عن اللي تعرض ليه فريقه من ظلم تحكيمي، وهو مدرب نادي بروكسي اللي أكيد كلكم عارفينه لأنه زملكاوي الهوى. نسمع ونقول قال إيه عن اللي تعرض ليه فريقه. لا 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 لا، أنت قدمت مباراة كبيرة جدا، وأنا قلت كمان إن أنت كان ليك ضربة جزاء 100% بتاعت حسام عبد المجيد. بص يا كابتن محمد، الثانيه كده فيها ايه؟ انت عارف احنا لعيبه الكوره برضو، الثانيه فيها وعليها يعني الثانيه عايز يلعب لكن الاولانيه 100%. لا بص بقى، انا عايز برضو خلي بالك لو النيه ديت فيها نقطه تحول للماتش غير طبيعيه. صح، انت النهارده بتتكلم ان ده انفراد وخده ونزل بيه، يعني بتتكلم في ضرب في ضربه جزاء وكارت احمر. لا لا لا، هو انت عارف الحاجات دي بتنزل لانذار، طالما هيديك ضربه جزاء بتنزل لانذار، يعني ما يديش احمر مع. بس ده اخر لعيب في الملعب يا كابتن، ده اخر لعيب في الملعب. ما انا فاهم، انا يعني هنتاكد لك من حكم دلوقتي، بس خد بالك انت راجل حقاني، في واحده برضو كان ممكن طرد اللاعب لاعب بروكسي. ايوه اللي هو داخل على سيف جعفر. ايوه، واحنا لينا واحده برضو بتاعه الدونجا في الشوط الاولاني بتاعه مصطفى حماده. لا 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 لا، دي شفتها في الاعاده. لا 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 والله عليك، دخل بالستارز في رجله من ورا. شفتها انت في الاعاده؟ ايوه، دخل في الستارز. اصل احنا شفناها في الاعاده في التلفزيون، ما يعني لا ترتقي. حتى مصطفى ما كملش على فكره، مصطفى كمل الماتش بيلعب. مصطفى انا امبارح عامل ثلاث تغييرات اضطراري في الدلع امبارح بتاع كابوريا ومصطفى. ما هو بقى ده اللي احنا بنقوله يا كابتن، ان الفار بقى شيء مهم جدا في كره القدم المصريه. يا كابتن خالد، بما ان الفار شيء مهم جدا في كره القدم المصريه، اتمنى تقول للفار يتدخل النهارده في لعبه زي لعبة محمد صبحي. كان الحجة في مباراة بروكسي إن مفيش فار، وكابتن ياسر عبد الرؤوف هو نفسه اللي تعمد يقول إن مباراة بروكسي كان فيه ركلتين جزاء لبروكسي غيروا نتيجة المباراة وصعد من لم يستحق الصعود.
وكانت الحجه اصل ما فيش فار، والله احنا زعلانين زيكم، والله ان كان نفسنا يبقى فيه فار. بس لما حتى كان فيه فار الفار كان بيتفرج. الفار النهارده مصطفى مدحت اتدخل فيه في اللعبه اللي يلغي فيها جون الاسماعيلي، واللعبه اللي كانت لصالح نادي الاسماعيلي برضه ما كانش فيه فار. اعتقد اكيد يا كابتن خالد عرفت امتى الفار ما بيبقاش موجود حتى لو موجود. فريق الاعداد اكيد رضا غانم، غمري، شادي صبري كان عندهم اصرار ان احنا نعرض المداخله دي عشان نوصل ابناء الزمالك اللي دايما بيتكلموا عن الظلم التحكيمي اللي واقع عليهم امام الزمالك. حلقه كان فيها كلام مهم جدا، اكيد افتقدت صديقي احمد اسامه اللي ان شاء الله نكون موجودين مع بعض في الحلقات الجايه. ويظل دائما النادي الاهلي ومجلس ادارته وجمهوره وكل المنتمين ليه خط احمر.